جابر بن زيد أيضا أخذ عن جملة من الصحابة القريبين من النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أنس بن مالك كان يروي عنه، وأنس بن مالك هو الذي خدم النبي عليه السلام، هو الذي خدم النبي عليه السلام 10 سنين كما تعرفون أيها الإخوة. أخذ أيضا عن أبي هريرة وهو أكثر الصحابة ملازمة في حياة النبي عليه السلام المتأخرة، أسلم 7 من الهجرة وظل طوال الفترة المتبقية من حياة النبي عليه السلام معه عليه السلام، ونقل عنه الكثير من المعارف والروايات. أيضا كان ممن لازمه جابر بن زيد، أو ممن التقى به جابر بن زيد، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتعرفون أن عبد الله بن عمر خاصة يقترب نمط تفكيره من الحرفية والظاهرية، وكان كثير التأسي بالنبي عليه السلام إلى درجة أنه كان يزاحم على تقبيل الحجر الأسود، لأن النبي عليه السلام قبل الحجر الأسود. ويروى أنه كان حين يمشي النبي عليه السلام يكون ابن عمر وراءه، يضع قدمه على الموضع الذي يضع النبي عليه السلام قدمه فيه حبا فيه عليه السلام. طبعا هذا أيضا فهم من الأفهام. على كل إن هناك أصحابة كثر أخذ عنهم جابر بن زيد، لكن الملاحظ أن جابر بن زيد كان يركز على المحيطين القريبين بالنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها أقرب الزوجات إلى النبي عليه السلام، أكثر من روى عنه العلم والمعرفة والروايات والأحوال الأسرية والخاصة بالنبي عليه السلام من أزواجه. عبد الله بن عباس تعرفون منزلته وقربه من النبي عليه السلام. أبو هريرة ذكرت لكم، أنس بن مالك كذلك، عبد الله بن عمر، هناك صحابة أيضا مثل أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وغيرهم روى عنهم جابر بن زيد.